وانا بسجل كل التقدير والمحبه اللي عليك احكي، وانه استحملني كتير جدا جدا وتحمل يعني، وكان رائع الحقيقه. يعني انا لم اتمتع بحريه كما تمتعت في قناه النهر. احنا جالنا يعني زهقنا امبارح من حضرتك، واحنا جايين بقى نقعد هنا، احنا يا قاعدين معاك يا ماشي معاك. لا ربنا يخليك. ايه بقى اقول اهو، في حد مزعلك ولا حاجه؟ لا ابدا 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 ابدا. بص انا عملت من الصبح يا حبيبتي. يا هبه، هبه المفتاح يا هبه. زبرده ده يا سلمى عليها. فين عمرو؟ جاي. محمود سعد بيغادر اخر النهار ليبدا التفكير في البرنامج الجديد اللي هيقدمه باذن الله على شبكه تلفزيون النهار في 2016. احنا كلنا بانتظار الفكره الجديده والشغل. انا متاكد ان محمود اللي كان بيحكي للناس كلها عن مدى الفضل الجمهور المصري عليه في الفترات الماضيه هيرد هذا الفضل للجمهور في شكل تنموي وعلاقة تبدأ من الناس وإلى الناس، لأنه هذا ما يمكث في الأرض. وكمان إن شاء الله رب العالمين هيستغل جميع مناطق قوته خاصة في المنطقة الفنية، وهيقدم حالات زي اللي أمتع بيها الجمهور المصري على شبكة تلفزيون النهار خلال الأربع سنين اللي فاتوا، وكان آخر جزء فيها علي الحجار، وقبلها الحلفاوي، وقبلها أنغام. إذن جنب الشغل التنموي والاجتماعي اللي هو أنا من وجهة نظري مدين بيه لجمهوره الكبير اللي أزاره طوال السنوات الماضية، وهي دي الفترة اللي محمود هيرد فيها بإذن الله للجمهور المصري، وده هيكون على شبكة التلفزيون النهار في 2016. فخليكم معنا بإذن الله. كلهم جوه. أنا أول مرة أشوف أحمد فايق. بس أنا يا فايق انت صغنن قوي. دايما كل واحد بيجي له كده حاله او مود او حاله تغير بيقرر فيها انه يعني بيعمل خط جديد في حياته. اعتقد انه الاستاذ محمود دلوقتي في حاله تحضير لبرنامج جديد او قنبله جديده هيطلع بيها او خبطه جديده من خبطاته، اللي هو وعد على شاشه قناه النهار انه ده هيكون خاص لقناه النهار او هيكون بالاتفاق مع الاستاذ علاء الكحكي. استاذ محمود سعد هو جزء من قناة النهار، وهو أستاذنا كلنا اللي بنتعلم منه كل حاجة، وأنا شخصيا مدله بفضله باحترام كبير، لأنه أكتر من أربع أو خمس مرات كان بيتكلم عن البرنامج بتاعي بدون ما يشوفني. بمناسبة ده كان أول مرة أشوفه وجها لوجه في حياتي النهاردة، وأنا بشكره جدا. خطفتوها كلنا. تقفي من إيه؟ عايزين نقول للأستاذ محمود إن إحنا مش هنفتقده أو وحشنا أو حاجة. أستاذ محمود سعد معانا إن شاء الله في 2016 بفورمات جديدة، برنامج جديد، بس هو موجود إن شاء الله بإذن الله، وموجود في النهار، وهيفضل موجود إن شاء الله بإذن الله يعني لحد ما ربنا يريد. وعايز أقوله اللي إحنا بصراحة يعني الحمد لله إحنا كان صديق وأخ كبير، وكنا مبسوطين جدا بالفترة اللي هو قضاها معانا، وإن شاء الله بإذن الله هيظهر محمود سعد في 2016 بشكل جديد وأحسن من اللي قبل كده بكتير، وإن شاء الله نشوفه على خير. أهلا وعلاء الشربيني، أنت اللي عملها علاء. طيب معلش. أيوة. طيب يلا خليك من فوق زي شغل شفيق كده. طيب. وحركات شكر قوي قوي يا اولاد. كنت من غير النضاره ولا ايه؟ لا من هنا بنضاره حاجه. بنضاره ازاي من غير ازاي؟ اهو شفت. كنا شغالين. كنت حاسس ان الحلقه دي تخدم بعشاء مش كده؟ السكينه السكينه.